قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. فدتنا من إلى مركب محمد بوضياف بالقاعة البيضاوية منى ملك. مساء الخير منى. أهلا بك زهور وأهلا ببسة. نعم منى، هل لك أن تضعين في كواليس مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في يومه الثاني؟ إذن كما تشاهدون في هذا النقل الحي والمباشر أجواء أشغال المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني في يومه الثاني، حيث أن الأشغال ما زالت متواصلة إلى حد هذه الساعة. الأهم ما سجل في هذا اليوم الثاني وهو المصادقة على لوائح والقوانين القانون الأساسي للحزب، وأهم نقطة جاء به القانون الأساسي في هذا المؤتمر الوطني وهو توسيع أعضاء اللجنة المركزية، حيث وصل من 450 إلى 501، هذا هو يعني العدد الجديد لأعضاء اللجنة المركزية. أيضا النقطة أخرى هو أن أيضا تم توسيع أعضاء المكتب السياسي، حيث أصبح يصل من 16 إلى 19 عضوا، بعدما كان في السابق يقدر بين 11 إلى 15 عضوا. وجاء هذا التوسيع نظرا أولا لشعار الذي حمله هذا المؤتمر العاشر وهو التجديد والتشبيب، إضافة إلى تخفيض الأقدمية، ونقطة أخرى أيضا وهو أن عدد المحافظات يبلغ 120 محافظة. منى ملك، بالحديث عن تواصل أشغال اليوم الثاني من المؤتمر العاشر للحزب العتيد تحت شعار التشبيب والتجديد، من بين المقترحات التي تم تجسيدها في القانون الأساسي لحزب الفلان هو إلغاء آلية سحب ثقة من الأمين العام للحزب، وهو كذلك بس إذن كما قلت من بين هذه المادة جاءت ضمن القانون الأساسي خلال هذا المؤتمر الوطني، وهو سحب إلغاء سحب الثقة من الأمين العام، أي أن الأمين العام يكمل عهدته لخمس سنوات في ظروف جد عادية، وأن رغم في حالة وجود يعني مشاكل ربما داخلية في الحزب فيتم معالجتها بطريقة أخرى، ولا تسحب الثقة من الأمين العام إلى حين أنه يواصل عهدته في ظرف خمس سنوات. نعم أيضا هنا نقطة أخرى. تفضلي. نعم تفضلي منى. نعم زهر، إذن كما قلت نقطة أخرى أيضا، المهم أنه غدا إن شاء الله المؤتمر سيتواصل في يومه الثالث والأخير، وهو يعني انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمصادقة عليها، هذا ما يوجد غدا في برنامج المؤتمر العاشر. أما بخصوص نقطة مهمة وهي المتعلقة يعني بانتخاب أمين عام، فهي غير مدرجة، ربما يمكن أن تدرج في الدقائق الأخيرة لأن القرار يعود إلى الأمين العام عمار سعيداني، وفي حالة أنها لم تدرج غدا فالأمين العام سيقرر يعني يعقد موعد آخر من أجل اجتماع اللجنة المركزية من أجل تجديد الثقة في الأمين العام الحالي عمار سعيداني. نعم شكرا لك يا منى مالك على كل هذه التفاصيل التي حدثتينا من القاعة البيضاوية، وعلى ما أظن أن بعض مناضلي الحزب العتيد يجرون اتصالات هاتفية منذ لحظات. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.